حضرتك انا عايز اقول لك ان بحس ان انا مبتلي في حياتي، يعني مثلا دايما عندي ابتلاءات. ايام الكليه مثلا جيت في يوم نمت في ماده ما صحيتش، الماده شلتها، جيت بعد كده عملت حادثه بعربيتي، دايما بطلع من ابتلاء بخش في ابتلاء. فممكن اعرف ليه؟ جميل، اهم حاجه عايز تنتحر ولا لسه مرحله الانتحار دي؟ لسه بنفكر. طيب تمام. هو ابتداء احنا برضو محتاجين نفهم ان الدنيا كلها ابتلاءات، ودي خيار جميل من ربنا ليك سبحانه وتعالى. يعني ربنا اختارك من وسط ناس كتيره جدا عشان يأجرك، لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حتى عليها الشوكة الصلاة. يشاكها، يعني شكت شكت دبوس كده تاخد عليها أجر. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يعني حضرتك أكتر حد بيبتلى مين؟ الأنبياء. الأنبياء اللي بيليهم في الدرجة في المنزلة كل ما ازداد قربا من ربه سبحانه وتعالى كل ما ازداد عليه البلاء. أقول لك على حاجة جميلة قوي وركز معايا فيها كويس قوي، لأن تمام. المعنى ده معنى حلو أنا نفسي بحبه جدا، اللي هي مسألة الغيرة. يعني أحيانا ممكن تعمل حاجة يحصل نوع تعلق مثلا بعربيتك، ممكن يحصل تعلق مثلا بالدراسة، فربنا يبتليك يغير على قلبك، بيحبك فيبتليك في الحاجة اللي قلبك اتعلق بيها. وهديك مثالين. تمام. المثال الأول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. طبعا ما فيش زي ابراهيم، ده الخليل. أكيد. قلبه اتعلق نوعا ما باسماعيل بولدي. ايه اللي يحصل؟ إيه؟ يغير ربنا سبحانه وتعالى على قلب ابراهيم. قلبك متعلق بيه، اذبح الولد على طول، الانصياع الى امر الله سبحانه وتعالى. فلما بلغ، واخد بالك، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ربنا هنا بيقول لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة لا والسلام. أريد منك ذبحا ولا أريد منك قتلا بل أريد قلبك. هنا مع إن خد بالك في الأول اذبح ابنك، خلاص هيذبح، هو في الحقيقة بيذبح التعلق. فالابتلاء هنا كان لذبح التعلق عشان ما يبقاش في قلبه حد غير ربنا سبحانه وتعالى. المثال الثاني يعقوب عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. اتعلق بمين؟ بيوسف. بيوسف سيدنا عليه يوسف. الصلاة والسلام. حتى بص كده في سياق الآية في سورة يوسف، لما جم إخواته راحوا ليعقوب عليه الصلاة والسلام عليه فبيقول الصلاة لهم والسلام. بيقولوا له يعني أرسل معنا أخانا، أرسل معنا أخانا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون. شوف طريقة يعقوب عليه الصلاة والسلام بيقول إني، شفت التعلق بقى، إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. يعني شفت كلمة إني لا يحزنني وأخاف، التلات حاجات دولت بيدلوا على تعلق الشديد من يعقوب بيوسف عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة إيه اللي والسلام. يحصل هنا؟ يغير ايه اللي حصل؟ الملك، يغير على قلب حبيبه، على قلب يعقوب، فيبتليه فيما تعلق القلب به، يفتقد الولد اللي هو يوسف 40 سنة على أصح الأقوال. فيحصل بقى بعد 40 سنة يحصل نفس الأمر تاني ونفس المكرة تاني، فيقولوا له أرسل معنا أخانا نكتل، فأرسل معنا أخانا نكتل وإن له لحافظون. نفس الموقف بقى، عايزين، بس عايزين بنيامين اخوه. فشوف بقى رد يعقوب المره دي مش زي المره الاولانيه. يعني المره الاولانيه كان بيقول اني لا يحزنني ان تذهبوا بي. فلما بقى فهم الدرس كويس وابتلي فما عادش في قلبه غير ربنا، فلما قالوا له ارسل معنا اخانا نكتل وان له لحافظون، فقام قال لهم قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. المره الاولانيه كان بيقول اني، المره دي بيقول ايه؟ فالله. الله. فاحيانا قد يبتلى الانسان بمرض من اجل ان يصفى قلبه لربه سبحانه وتعالى. واستشعار دايما حلاوه
استشعار الاجر دايما ينسيك الـ 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 الالم. يعني مثلا في واحده من السلف لما صبيحه قطع فضحكت فيقول انت بتضحكي على ايه؟ قالت حلاوه الاجر انستني مراره القطع. حلاوه لما انا استشعرت ان ربنا سبحانه وتعالى بيديني اجر على القطعه دي انا 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 نسيتها اصلا. عروه بن الزبير كان راجل طيب قوي وراجل جميل رضي الله عنه رضي وارضاه. الله عنه. الراجل ده لما اصيب في قدمه قالوا له خلاص لازم نقطع رجليك، وهنسقيك شيء يعني بحيث العقل يغيب نقدر نقطع رجليك. قال لا تفعلوا الا وانا اصلي، يعني اقطعوا رجلي وانا بصلي. وبالفعل دخل في الصلاه وقطعوا رجليه. في نفس اليوم اللي اتقطع في رجليه مات ابنه. يا الله. يعمل ايه بقى عروه بن الزبير؟ عمل ايه؟ قام رايح ماسك رجليه اللي اتقطعت. يعني هو كده ابتلاءين في نفس اليوم. ابتلاءين في نفس اليوم وفي نفس الوقت، فقد الولد وفقد القدم. قام رايح ماسك رجليه، قام رافعها للسماء. قال اللهم ان كنت اعطيتني اربعه اولاد واخذت واحدا فلك الحمد. يا الله. اللهم ان كنت اعطيتني اربعه اعضاء واخذت واحدا فلك الحمد. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يعني انا في كل الابتلاءات اللي بتحصل لي انا باجر عليها اصلا؟ ده انت مش بتؤجر، ده انت بقول لك الشوكه ده الهم. تعرف لما بتبقى متضايق شويه تزهق شويه، تزهق من المذاكره، تزهق من ضغطة الحياة، الهم ده وانت محتسب عند ربنا سبحانه وتعالى كل دقيقة تؤجر عليها عند ربنا. مش كده وبس، ده انت ده أهل البلاء. الموقف ده الموقف الجميل قوي يا محمد. أهل البلاء ينظرون يوم القيامة إلى العطايا اللي ربنا سبحانه وتعالى يعطيها لأهل الـ 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 الابتلاءات في الدنيا. أهل العافية ينظرون إلى أهل البلايا حينما يعطون من الأجور والجزاءات في الآخرة، فيتمنى أهل العافية أن لو كان الله ابتلاهم في الدنيا يقول يا ريتني كنت مع أهل الابتلاء ده، يا ريتني لو ربنا كان ابتلاني بالمرض ده. عشان كده ربنا بيقول وأما إذا ما ابتلاه واما الانسان اذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. واخد بالك انت في كل الامور لك خير، ان المؤمن امره كله له خير. فان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له. فانت على كل الاحوال انت ماجور عند الله سبحانه وتعالى. طب ازاي احافظ ان انا يعني لما ابتلي احافظ ان انا اخد عليها اجر؟ احتسب، اعود نفسي ان انا ام ربنا ابتلاني في دي، انا صابر يا رب، انا راضي يا رب. واقرا كتير في ثواب الصبر، الصبر عن الابتلاءات، وشوف الناس اللي صبرت قبل كده كانت بتصبر ازاي وكميه الابتلاءات. ده الامر الاولاني. الامر الثاني انظر الى ابتلاءات غيرك. يعني مثلا واحد مريض روح المستشفى شوف الناس المرضى، شوف مثلا اللي معلق قسطره وتفضل معاه لحد ما يدخل قبره. يا الله. شوف اللي بيفضل يتوجع ألم شديد من مرضى السرطان وغيرهم وما يقدرش يعني يكن المرض ده إلا لما ياخد حباية ولا ياخد حقنة معينة، ولو مش موجودة يفضل يتألم وجسمه يوجعه، كل حتة في جسمه بتوجعه. احنا كلنا في ابتلاءات وامتحانات واختبارات وبتختلف من واحد لواحد. يلا جزاك الله خير يا نور حبيبي. الله جزاك الله خير. الله يبارك فيك حبيبي.